لا لا يا كابتن كابتن وانا من هنا دلوقتي بدعو كل اهلنا في الشرقيه احد اليوم النهارده يا اولاد يوم العيد احنا نتحدى يعني اعتبر انا اعتقد ان نتكلم عن هذا الواجب الوطني من التخاذل الشديد في حق هذا الوطن. الوطن دلوقتي بينادي كل واحد فينا انه ياتي بغض النظر حد المين، ولكن مشاركته في حد ذاتها للعالم الخارجي وفي نفس الوقت لهذا الوطن. الوطن يحتاج التكاتف من الجميع، وانا بدعو كل اهالي الشرقيه ان ياتوا لمقر الانتخاب قدامنا يومين بمظهر ديمقراطي عرس حقيقي للاستكمال الجزء الثاني من خريطه الطريق. غرفه العمليات اتصلتها كان في 7 لجان اتاخرت في ما انا لسه يمكن بقول دلوقتي كان عندنا تاخر حوالي 7 لجان متاخروا لغايه الساعه 11 ل 10 بالظبط جميع اللجان يمكن دلوقتي هنحس مع الشمس اللي عدد بيقل شويه، انما دايما الاقبال بيبقى في الصبح وبتنزل الساعه 8 9 الا ربع الصبح كان الاقبال غير عادي لو قارناه بالمره اللي فاتت. برضه بطمن او زي ما بقول العدوى سالت عليها دلوقتي ما زال فيها نسبه الاقبال، بنزور المدارس مطمئن على الاوضاع العامه وبطمن كل اهلنا. مع المحافظ تقول للناس المتخوفين النزول بسبب الحاله الامنيه. بذمتك انا راجل اهو نازل ما فيش حراسه قادر نعمل علاقات عامه. خليك يا تم 1043 اللجنة، جميع اللجان لغاية الساعة 11 ل 10 تم استكمال فيها العمل مباشرة. بنلاقي بعض الشكاوى، غرفة العمليات عندنا تشتغل دقيقة بدقيقة، بنلاقي بعض الشكاوى بنحلها مع السيد رئيس لجنة الانتخابات هنا، والأمر ماشي وبنتقدم كده لشعبنا بالشرقية بالتهنئة، لأن أنا واثق نسبة مساهمتهم هتكون كبيرة جدا جدا. الجسم الغريب اللي عثر عليه لا الجسم الغريب ده كان عبارة عن مسلوبتين وفيهم شوية سلوب، يعني هو نوع من الفزع والإشاعات، وده بيخلينا بنطلب من ناسنا وأهلنا لا تستمعوا لأي إشاعة. إحنا غرفة العمليات لو في أي حاجة بنعلنها مباشرة، وزي ما قلت من شوية ده كان فيه عبارة عن إشاعة تم الكشف عنها، اتضح إن مسلوبتين واصلين بسلوب. الحالة الثانية حالتين من 8 الأمن تم مسك 2 من الشباب معاهم بعض الأزاز الملطوف إلى آخره، وتم القبض عليهم وجاد التعامل معاهم.